بسهولة أي قارورة ماء تنفك الغطاء تدخلها في الليل على طول تركب الماء. طبعا الفكرة هي هنا في عملية ضخ الماء 1 2 3 إلى ما يتعبى اللي الداخلي يفرغ من الهواء، بعد كذا وجود الرذاذ اللي هو بيعمل عملية ترطيب الجو. طبعا الحمد لله صنعت المظلة بجودة عالية في حال الاصطدام أو الدخول في الأماكن الازدحام، روعي كثير فيها موضوع الجودة، ومهما عملت عملية طول المظلة الحمد لله ترجع لوضعها الطبيعي، لأنه هذه المادة اللي صنعت فيها بلاستيك قابل للطلق وللرجع. غير كذا الشبك المصنوع من جودة عالية، إضافة إلى العمود هو مصنوع من الألمنيوم والستيل، هذا بيدي صلابة للمظلة، إضافة إلى الجزء التحتاني هنا طبعا مضاد للماء مضاد للصدمات. فالحمد لله هذه فكرة المظلة، والمظلة جودتها جدا عالية، الحمد لله هذا من المادة يعني خلى المظلة لها سمعة ولها طلب عندهم كل. طبعا سعر المظلة 150 ريال الأساسي، عاملين عرض الآن عليه إلى نهاية الشهر 135 ريال. شكرا لكم وجزاكم الله خير.